بركة الله نسير ونندفع وننطلق في رحلة البحث عن الناموس، في رحلة البحث عن الانتصار، وفي رحلة البحث عن المجد التليد. انطلقت الأسماء والشعارات في هذا الميدان، أقوى ميادين المملكة العربية السعودية، ميدان الحرب هذا الطالب الشوط الخامس، نزاع عن الستار، وينطلق الشوط الخامس الانفرار. 20 كيلومتر، صبر يا صبر يا صبر يا سر برويش الجني على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى مقدمة الأسماء. المركز الثاني هنا شعار الشرقية محمد بن حمود، من ينطلق مع المركز الاول الوهيبي، المركز الثاني الوهيبي، المركز الثالث الوصول، من انطلقت هنا جمايل وصلوها لنجران ومرصاب عفيشة الرزق اليامي، المركز الرابع شواهين يا شواهين وبشير بن مشير الشمري على المركز الرابع، المركز الخامس الوصول من الحاكمة وجهز ابن عبد الرحمن الامطيري، ولكن الى الصدارة الى المقدمة لتلة الشوتل. صبر يا صبر يا صبر يا سر برويشد الجني يندفع مع صبر على مقدمة الاسماء. ما في صبر يا برويشد عند المركز الثاني، الجمايل جمايل جمايل وصلوا على نجران يبحثون عن الجمايل، هل الجمايل يا بن عفيشة. المركز الثالث اللي وصلت اللي انطلقت الشرقية محمد بن حمود الوهيبي، المركز الرابع شواهين شواهين وبشير بن مشير الشمري، ولا الصدارة مع برواشد العصاقوس. يا والله اللو حركوها، يا والله اللو دقوها، يا صبر يا صبر يا صبر ما في صبر على النواميس. يا برواشد الى الزعفران يا زعفران، الى الزعفران يا ناموس، سلامي عليك يا برواشد، سلامي على ياسر ابو سليم برواشد الجهني، سلامي على صبر صبر يا صبر، سلامي على صبر الناموس مع صبر، الانتصار مع صبر، سلام ينبع سلام، سلام يا ينبع سلام. ثاني المراكز وصل الجمايل، على المركز الثاني وصل شعار من مرسل بن عفيشة الرزق اليامي، المركز الثالث سبع، المركز الثالث وصلت هنا شواهين محمد بن فهد المسعودي، على المركز الثالث، المركز الرابع وصلت شواهين بشير بن مشير الشمري، والمركز الخامس عند لجنة الخط والتحكيم. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك صبر ياسر برويشد الجاني. التوقيت الزمني 2:57، 37 جزء من الثانية، والسلام يغادر إلى ميدان ينبع. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.